ما معنى حديث إن الله خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا؟ إن العلماء أكثر من قول في هذا الحديث، فمن العلماء من قال على صورته أي على صورة آدم. الله خلق آدم على صورته بمعنى أن آدم عليه السلام لم يخلق طفلا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا، إنما خلق طوله في السماء 60 ذراعا، وهذا من أمثل ما قيل في ذلك.